عشان كده عايز اطمن على الاجواء هناك من خلال زميلنا كريم احمد المتواجد حاليا في اوغندا. كريم مساء الخير عليك يا كريم. نورا كابتن فاروق، تحياتي ليك واهلا بكل مشاهدي قناه الاهلي. طمنا كريم، يعني اكيد في صعوبات بيواجهها الفريق في التوقيت الحالي، خصوصا طبعا بعد مباراه كانت موجوده في الامارات وسفر طويل، ثم يعني اعتقد ان الامور دلوقتي لحد ما اللعيبه بتتمرن على خفيف، ثم المباراه والتركيز بشكل عام في مباراه الغد ده. كريم زي ما انت بتقول بالفعل كابتن فاروق، يمكن كنت بتكلم مع كابتن سيد، قال كان قسمين او مقسمين المباراتين، مباراه الوديه طبعا دي كانت جزء خاص مع كابتن حسام غالي تكريما لدوره الكبير وقرب المباراه طبعا كمبالا قبل مباراه الامارات، ده يمكن زي ما بنقول اللعيبه كانت بتتغاضى عن اي ظروف، التعب، الارهاق، كان كله زي ما قلنا قبل كده في حب كابتن حسام غالي احد نجوم النادي الاهلي. لكن بمجرد يمكن ركوبنا الطائره من دبي ووصلنا هنا الى اوغندا، التركيز التام كان على الطائره، الكابتن حسام طارد وكابتن سيد عبد الحفيظ هنا في المعسكر، يمكن سيطره تامه وتركيز كبير للاعبي النادي الاهلي لهذه المباراه المرتقبه. اليوم الاول يمكن تعرفنا على ملعب احد المدارس الباطنيه، احد المدارس القريبه هنا من فندق الاقامه، النجيله يمكن كانوا بيقولوا ان هي اقل شويه من ملعب المباراه، لكن النهارده يمكن كان اول يوم للنادي الاهلي تدريب في الملعب الرئيسي اللي هيستقبل مباراه الاهلي وكمباله، هو ملعب مانديلا يسع ب 42,000 مشجع، ارضيه الملعب سيئه جدا يا كابتن فاروق. الموضوع يمكن ظاهري النجيله ممكن نقول ان هي شكلها نوعا ما كويس، هي نجيله صغيره شويه، لكن ارضيه الملعب صلبه جدا، يعني نقدر ان كنا بنشوف الكوره بتمشي على النجيله، الارضيه صعبه هتعوق اللعيبه، هم طبعا متعودين فريق كمبالا على الارضيه دي، كانت حادث في الملعب الثاني اللي في لوجوجو، واتسال المدير الفني النهارده المدير الفني مستر مايك اللي هو المدير الفني في كمبالا، ليه انت اخترت ملعب مانديلا وما لعبتش في ملعب لوجوجو؟ قال يمكن ملعب مانديلا قريب شويه للجمهور، واحنا ما بنتغلبش على الملعب ده، ما اتغلبناش على الملعب ده قبل كده، فهو متفائل شويه بالملعب، لكن زي ما بنقول لك بنتمنى ما يبقاش ليه تاثير كبير على لعيبه النادي الاهلي، لعيبه النادي الاهلي عارفين ان هي خاضت مباريات اكثر من كده صعوبه، والملاعب كانت اسوء من كده صعوبه، لكن الامور مش مستحمله، عندنا بعض الاصابات، عندنا لعيبه لسه داخله في مود تدريبات زي عمرو السوليه اللي شارك امبارح بكل قوه في التدريبات، ايضا كمان النهارده يشارك بكل قوه بجانب صلاح محسن، كان في كلام طبعا عليه الناس كانت عايزه تكمل جاهزيه عمرو السوليه وصلاح محسن، بنأكد ان الاثنين اللاعبين متواجدين ان شاء الله بيشاركوا بشكل كبير جدا في التدريبات الجماعيه، تدريبات الكره، النهارده كابتن حسام كان يمكن خاصه زي ما قلنا 25 دقيقه للتدريبات بالكره، خلاص حط التكتيك وحط اللمسات الاخيره، لكن زي ما بنقول التوفيق ان شاء الله يكون مع النادي الاهلي غدا، الجو العام يكون مظبوط، الرطوبه هنا كابتن فاروق زي ما انت قلت هي اللي ممكن تبقى صعبه شويه، احنا النهارده كنا متواجدين في الملعب الساعه 3 عصرا، كان مؤتمر الكابتن حسام البدري، الشمس يمكن صعبه شويه على الملعب، درجه الحراره بتبقى عاليه الصبح، لكن زي ما بنقول هي موضوع الرطوبه بس هي اللي ممكن يبقى طبعا هو دي المشكله بالنسبه لاي، يعني يمكن درجه الحراره 30 يعني زي اللي هنا القاهره مثلا، لكن الرطوبه بتفرق بشكل كبير على اداء اللاعبين في حته التنفس، في حته التحمل شويه وفقدان السوائل والميه، فبالتالي اكيد كابتن حسام يعني هتعالجوا الجزئيه دي او هيعالجوا الجزئيه دي بالميه الكتير، بالشرب الميه والسوائل بشكل كبير يعني. بالظبط يا كابتن فاروق، النهارده كان سامعين الكابتن حسام بدل ما يبقى في اي توقف في التدريبات بينبه على اللعيبه، كل لعيبه تشرب ميه، في بعض العصائر طبعا موفرها الطبيب الدكتور هاني، الدكتور هاني طبعا المتواجد مع فريق النادي الاهلي بجانب طبيب النادي الاهلي خالد محمود، فيه طبعا ميه والسكريات والحاجات دي لان الجو صعب شويه في الملعب، لكن زي ما بقول لك في تركيز كبير، اللعيبه عندها تصميم كبير جدا، محدش بيتكلم حد مع يعني يمكن زي ما بقول الكلام بسيط جدا بيننا وبين اللعيبه، لان هم يمكن فاصلين نفسهم بشكل كبير جدا، حضور كتير كمان امس في التدريب، ويمكن اداهم برضه رساله وقال لهم ان شاء الله ربنا يوفقكم كلنا معاكم ومتواجدين معاكم، مهندس خالد المرتجي طبعا متواجد يمكن لحظه بلحظه بيحل كل الامور بجانب كابتن سمير عدلي وجهنا الشكر طبعا. طيب. مع المهندس خالد المرتجي على الدور الكبير اللي بيقوموا له، التسهيلات الكبيره اللي بيعملوها لفريق النادي الاهلي، عايزين نحط الفريق في تركيز الفني فقط لا غير، ما يبقاش في اي حاجات تعوق اللاعبين، والحقيقه يمكن ده مأثر على اللعيبه بشكل كبير، اللعيبه مركزه فقط في التدريبات وفي المباراه، مره كابتن حسام البدري في المؤتمر الحاجه الوحيده اللي اكد عليها وهو بيتسال في مؤتمر الصحفي، قال الكيرفي معايير العداله التحكيميه هي التي تسود المباراه غدا، الفنيات خلاص احنا عارفين احنا جينا وهنلعب بفريق كمبالا شفناها هم شافونا، لكن احنا بنتمنى يكون الكيرفي العدل التحكيمي هو اللي يسود المباراه، نظرا طبعا ليه مباراه الترجي الاخيره، قال في المؤتمر
ان يمكن مباراه الاختراق دي كان لينا ضربه جزاء وكان لينا هدف. فبنتمنى ان يكون الفير بلاي او التحكيم العادل اللي في مباراه الغد ان شاء الله اللي هتكون الساعه 3 عصرا بتوقيت مصر، 4 عصرا بتوقيت اوغندا. كريم خليني اتمنى فيها كابتن مصطفى السفير متواجد هنا في فندق الاقامه، هيبقى في عشاء يمكن هو متواجد يحضر العشاء الاخير مع النادي الاهلي قبل ان شاء الله المباراه الغد. مسانده كبيره من السفاره المصريه كالعاده متواجدين معانا لحظه بلحظه بصراحه، السفير طارق سلام الاستاذ احمد الكنوخي طبعا المستشار الاعلامي، كل الحقيقه السفاره بتقوم بدور كبير جدا مع فريق النادي الاهلي زي ما بقول لك يبقى توفيق ان شاء الله يا كابتن طارق. كل الشكر طبعا لمعالي السفير طارق سلام سفير مصر في اوغندا. خليني بس اسالك يا كريم، في ظل وجودك مع الفريق طبعا تم اعلان القائمه الخاصه بمنتخب مصر، هل كان في كلام ما بين اللاعبين؟ يعني طبعا في مجموعه من اللاعبين لحد ما كانت متوقعه انها تبقى متواجده، او في حديث دار ما بين اللاعبين على جزئيه الاختيارات في الفريق؟ ما نقدرش نقول حديث على قد ما احنا بنستشف من اللي فيه كابتن فاروق الرضا وعدم الرضا من بعض اللعيبه طبعا اللي اختيرت كانت سعيده ومبسوطه ان هي طبعا متواجده في المعسكر، وبعض اللعيبه اللي كانت بتتمنى وفعلا كان المفروض يبقى ليهم دور كبير في المنتخب الوطني خلال الفتره اللي جايه بيأدوا اداء اكثر من رائع، مش عايزين نذكر اسماء لكن في اكثر من لعيب في النادي الاهلي بالفعل يستحق ان هو يكون متواجد في المنتخب. يمكن بنشوف الوشوش لبعض اللعيبه دي، نقدر نقول ان في تركيز طبعا شديد في مباراه كامباله، لكن مأثره برضه نوعا ما على بعض اللعيبه ان هي عايزه تمثل موقف عايزه تروح كاس العالم، لكن حديث بشكل واضح لينا ان احنا نقدر نشوفه لا نقدر نقول في حرص من اللعيبه، لكن نقدر نقول ان احنا بانطباع الوشوش او نقدر نشوف الوشوش السعاده على دور اللعيبه طبعا الخصوصيه واللعيبه اللي لم يحرصها الحظ، يعني نقول كانت بتتمنى ان هي تكون موجوده في خلال معسكر. واكيد كابتن حسام البدري هيتعامل معاهم اعتقد في الجزئيه دي، يعني او هيتكلم معاهم في خصوصا في اللي كانوا يعني متوقعين ان هم يبقوا متواجدين كاسماء اساسيه في المنتخب. كريم يعني منتظر يبقى منتظر ان يبقى في يعني زي ما كده اجتماع مصغر مع اللعيبه اللي كابتن حسام البدري شايفهم. صحيح صحيح، توفيق ليهم ان شاء الله. بشكرك كريم وخلينا على تواصل دايما باستمرار، وهنبقى متواصلين معاك اي جديد في معسكر الفريق ان شاء الله، حتى ان شاء الله بعد المباراه ان شاء الله نكون منصورين وترجعوا كده منصورين من اوغندا.